داخلية بلطجية، دي العنوان الرئيسي، ودي دليل. الدليل على ذلك اللي عملوه في قرية البصارتة في دمياط لما اقتحموا القرية وقتلوا 6 من الأبطال الأحرار الرافضين للانقلاب ورافضين لحكم العسكر ورافضين للقمع وبينادوا بالحرية، غير المصابين وغير من اعتقلوا. ودي سمت الداخلية من قبل ثورة يناير، واللي الثورة قامت عشانه عشان تطهر مصر من هؤلاء الفسدة. وأبلغ السيسي محاصرة البصارتة وأهالينا في دمياط كارثة على الدولة. ما يحدث في قرية البصارتة لا يدل إلا على إفلاس الانقلاب، ولا يدل على إلا أنه أصيب بالصرع، وما حدث لا يثن الشعب المصري عن مواصلة ثورته، وأن ما حدث هو سيثبت أركان الثورة وسيزيد الثورة اشتعالا، وما حدث أيضا هو رسخ المبادئ المصرية، كيف أن أهل البصارتة ثاروا لأعراضهم، وما حدث لا يزيدنا إلا إصرارا على استكمال ثورتنا، ولن يثنين أبدا مهما حدث ومهما قام. ولو فعلوا هذا في كل قرية من قرى مصر فلن يثنين ذلك، ولن يثني الثوار عن استكمال ثورتنا. 13 بنت اعتقلوهم وموتوا أهليهم، كان امبارح في 6 شهداء وعمالين قاعدين في البلد، مقيمين في البلد علشان يموتوا فيها ويعتقلوا في الشباب، وحسبي الله ونعم الوكيل في السيسي واللي أيدوا واللي فوضوه، هنعمل ايه؟ وربنا كبير وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الخائنين. بالنسبة لموضوع زي موضوع قرية البصارتة دي، ظلم، منتهى الظلم، منتهى الانتهاك لحرمة الإنسان وحرمة البشرية. طبعا احنا في دولة الظلم دي، دولة ما فيهاش عدل، ناس شرفاء محترمين يقتلوهم وهم في بيوتهم، مش عملوا حاجة، سلميين، هم فاكرين بالطرق اللي هم بيعملوها دول هيخلوا الناس تسكت؟ ده بالعكس، بل بالعكس الناس بتزيد إصرار وعزيمة على الحق. ان شاء الله احنا ثابتين وصامدين ومكملين. اهل البصارتة دول مثال للشرف والنزاهة.